هر كي يكتب برسك ربي تكية تقول ربي الله قريت بيجي ربي من الله الذي رباني أي خلقني ورزقني أو ربي منك أويك أز يرات مش كرم و أز تربية كرم هذه تربية للظاهر للبدن أو تربية ظاهرة يا بدن مرة وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أما تربية باطن يا هندري مدى أو ربي عالمي إنانج مدى أو بيخنبر شاندنا كتاب مرة شاندنا فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب لابد أن يعبد وحده سبحانه وتعالى ولا يعبد إلا الله هركي ربي عالمي أو ربي ما بقري أم ربي عالمي بيشتر